السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في التوتوريال غادي نشوفو طريقة تسجيل للناس اللي بغاو يدفعوا الباك ليبر. طريقة تسجيل في الموقع، الموقع هو هذا كونديداتور باك بوان مي بوان غوف بوان ام ا. غادي تلقاو ليه في ديسكريبسيون. هذا هو الانترفاس ديال السيت. هنا كندخل تسجيل طالب جديد، هنا كتقرا هاد المعلومات هذه باش تعرف شي حوايج. هذا هو ملف الترشيح لاجتياز امتحان البكالوريا كيف كنشوفو هنا اللي كتعمرو هنا. الا كنتي ديجا عندك مسار، وهنا الا كنتي مترشح حر سابق كتدخل لوغين اسم مستخدم وكلمه المرور اللي كنتي داير. هنا هي البيانات الشخصيه، رقم البطاقه الوطنيه، هنا الاسم العائلي والاسم الشخصي، هنا بالفرنسية وبالعربية. اسم الأم، هنا الجنسية، وهنا ذكر وأنثى، هنا التاريخ ميلاد. نفس الطريقه كنكليك على هذا البوطون هذه اللي هنا، هنا مكتوب نو برينو. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كلافي عربيه غادي كليكي هنا غادي يبان ليه الكلافي عربيه. تاريخ ومكان ازدياد، هنا عاوتاني باللغة الفرنسية. العنوان الشخصي والعنوان اللي غترسل فيه أغلبية يكون هو نيت. هنا الإقليم، طلب الترشيح، هنا كتلقى كاع الأقاليم. العمالات حتى هما، هنا كيعطيك الجماعة، هنا واش كاين إعاقة ولا لا، ولا هنا عاوتاني رقم الهاتف، بريد الإلكتروني، كديرو هنايا وكتعاود في الجهة أخرى هنا. هنا المسار الدراسي، الصيفة أعطي الطالب موظف عمومي إلى آخره. هنا واش حاصل على شهادة البكالوريا ولا لا، سنة الحصول عليها. هنا اللي كتشوف فيهم هاد لي طوال بالحمر الغوج، يعني ضروري باش تعمرهم. سلك آخر مؤسسة، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي. هنايا مرجع انتظار، هنا نوع المؤسسة عمومي ولا خصوصي، آخر مستوى، هنا كتختار عدد السنوات في الثانية بكالوريا، هنا منقطع الدراسة ولا لا،
وهنا نوع البكالوريا المطلوبة. إعفاء من التربية البدنية كدير نعم أو لا. اللغة الأجنبية الثانية كتختار حتى هي تسيليكسيون هنا. وهنايا كتدخل هاد الكود هذا باش تفاليدي هادشي اللي عمرتي. كيشنا هنا طريقة سهلة باش تعمر ملف الترشيح، وكتبقى في الأخير الصورة، الصورة العادية اللي معروفة ديال لاكارت ناسيونال الصغيرة، تحميل الصورة. يا اما كتسكانيها في لامبريمونت، ولا كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون باغ اكزومبل كيما غادي يبان عندكم في الصوره، كاين هذاك اوفيس لانز، كاين كاميرا سكان، كاينين بزاف. ديرها غير بسمارت فون ديالك وتصورها تسكانيها. هنا حفظ المعطيات، هنا قال لك معلومات، هنا تم الإضافة بنجاح لمرجو التحقق من صحة المعطيات ثم المصادقة عليها. هنا دابا إلا بغيت ندخل خصني نكتب رقم البطاقة الوطنية وهاد كلمات المرور اللي عطاوها ليا هما بار ديفو. و إلا دخلت الجيميل لي أو الإيميل اللي درت به، شنو هو هذا، كيعطيني فيه لوغين و مود باس و الليان ديال السيت. كي شناهو هذا، غادي ندخل غادي نكتب رقم البطاقة الوطنية اللي درت ليهم و هداك المود باس بار ديفو اللي عطاوني. كي شنا هنايا عطاني معلومات ديالي، هنا باش ندير مصادقة عليها كيف عطاوني هنا. لقد تم إرسال، تم أيضا إرسال هذه المعطيات البريد الإلكتروني باسم المصادقة عليها. هنا غندير مصادقة، المرجو التأكد التأكيد. تمت المصادقة نهائيا من الإغلاق. كيف كنشوفو هنايا، الا بغيت هنا طبع التزام كيعطيني بي دي اف، وهنا طبع الطلب حتى هو كيعطي ليا بي دي اف. كيشنا هنا هذا هو التزام مترشح ومترشحة، كيعطيك فيه الان المواقع اسفل الاسم والنسب الى اخره، هنا الامضاء بدوك المعلومات اللي عمرتي عليه في السيت. وهنايا طالب ترشيح، ترشح لاجتياز امتحان البكالوريا. كيشنا الطريقة سهلة وما تحتاج بزاف ديال الوقت. هنا كيعطيك المعلومات ديالك، رقم الطلب، جميع المعلومات اللي عمرنا قبل. ولو بغيتي تدخل البلوغين ومود باس او نسيتي عليه، غادي تلقاه في الجيميل ديالك بهذاك اللي عطاوك اللوغين اللي هو رقم البطاقه الوطنيه، وهذاك المود باس اللي عطاو لك هما كيف كنشوفوا هنايا. واللي فين ندخل هادشي كامل اللي قلنا، اللي عندي السيت واللي لي عندي دوك لي زابليكاسيون باش تصور الفوتو باش تحط في السيت. وما تنساوش تابونا في لاشين وتبارطاجو الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالتوفيق ان شاء الله الجميع بالنجاح.